اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسألك ربنا بما لا ترد به سائلا، علما بالكتاب وهداية به وإيزاعا على الصالحات، وأن تهدينا هدى لا ضلال فيه ولا ضلال بعده، حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ربنا علمنا وأعنا أن نعمل بما علمتنا، وأن نعلم ما تعلمنا. هذا اليوم 13 من شهر الله المحرم، وهذا الدرس 95 في دروس سورة البقرة. خامس والتسعون الآن بحمد الله رب العالمين. وصلنا في الدرس الفائت عند أوصرنا الآن تحت الشجرة، الآن تحت الشجرة ونحن في الشجرة، تحت الشجرة في الدرس وفي الشجرة في المعنى الذي سيؤول إليه هذا الشرح إن شاء الله. إنما وصلنا عند القول العظيم تبارك اسم الله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ستجد في كتاب الله أن الله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ينهى عن القربة، عن قربة حد ما، يعني الكتاب على تلك حدود الله فلا تعتدوها. ففي فرق بين أن تنهى أن تعتدي حده أو أن تقرب حده، فرق كبير. لأنه الأول يكفي أو يقبل منك أن تقربه أو أن تقف عليه، مش هيك؟ أما لا تقربه بالتالي لا يقبل منك إلا أن تبعد عنه. ستجد في الكتاب، وهذه مهمة، أن الله قال لا تقربوا، قال لا تقرب هذه الشجرة، وقال في سورة بني إسرائيل وما أدراك سورة الإسراء، قال لا تقربوا الزنا، وقال في البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي البقرة قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وين قال تلك حدود الله فلا تقربوها؟ كان بيكلمنا عن، لا مش عن الصيام، كان بيكلمنا عن نساء أدلام الشيطان الرجيم، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية بدأت هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. فالآية أصلا كانت تتكلم عن ما بين الأزواج، فلما كانت البقرة في البقرة لا تقربا، هذه الآيات إعانة على فهم هذا، لأنه لن نشرحها ولكن حتى لا تفوتكم، يعني في بعضكم يعلمون أصلا لأننا شرحناها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فواضح لما نتكلم عن الشجرة لا تقربا لا تقربوا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال الكبير تبارك اسمه في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء، لاحظ، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، إنما أول شيء قبل الذهب والفضة سمى هذا، فبالتالي هذا عون تتعلم فيه لما نتكلم عن الشجرة.
لما قلنا إن الآيات تتكلم عن السوءات ولم تتكلم عن العورة قط، فحقيقة ليس لمتدبر أن يقول إن الآية في الشجرة تتكلم عن العورة، إنه لما بدا للزوجين بدا لهما، يعني هم يقولون عورتاهما أو عوراتهما، لا عيب لما يكون كلام مع الكتاب، كما قلنا لكم من قبل يوسف ألقاه إخوته في الجب، فليس لمؤمن أن يقول إن إخوة يوسف ألقوه في البئر. ليش؟ السبب يسير، لأن الحكيم العليم قال الجب، فلا تتنطع. هلا قد يكون الجب بئرا وقد يكون البئر جبا، صحيح، ولكن ماذا قال العليم؟ طب ليه بتقول بئر؟ هلا في سورة الحج قال بئر معطلة وقصر مشيد، فهو يقول بئر ويقول جب ويقول بحر ويقول نهر ويقول يم، فليس لك حيث قال يم أن تقول بحر، وحيث قال بحر في الكتاب أن تقول يم، لك أن تشرح. إنما إذا قلت إن يوسف ضرب بعصاه موسى، آسف، أحسن، ضرب بعصاه البحر، أقول نضرب بعصاك البحر، قال لأمه فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فموسى ألقي في اليم وفلق البحر، هذا الأدب مع الكتاب ومع الله. نوح كما قلنا عليه الصلاة والسلام ما ليس لك أن تقول أدبا لبث في قومه 950 سنة، لا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ليش؟ لأنه هذا وحي وليس رياضيات ولا حسابات. وما يدريك ما وراء هذا الكلام، لما قال العليم الحكيم خلق كل شيء وخلق الحدث ونوح والعصر والزمن، قال لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فالمؤمن المتبع المخبت إذا سألته كم لبث نوح في قومه لا يزيد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هيك بيقول لك هدول 950، كل هذا في الرياضية، في الوحي 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم نتفق أن هذا لم نتفق، وما يدريك ماذا عند الله وماذا وراءه. فلما تجد أن أكثر كتب التفسير تتكلم عن العورة، وأن الذي بدا للزوجين عورتاهما، بينما الآية تتكلم عن سوءات، يعني لا تؤول السوءات على عورتين. إذا جئت تتكلم بالمترادف والمعاني، السوءات عورات، شيء، فليس لهم أن يقولوا إنه يعني القبل والدبر وهذا مجموع العورات، لأنه الآن اختلط عليهم الأول، سيتمون الاختلاط. 2، سأل سائل، وفي الحقيقة هذا السؤال دليل لنا، لما ابن آدم قتل أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هلا لو كانت السوءة العورة، وين الرجل قتل أخاه، ما باله العورة المغلظة قبل أو دبر، ما باله؟ ومن قال لك أن المقتول كان عارية أصلا؟ ولعله ما ستر شيئا كما ستر عورتيه، كانت قبلا أو دبرا، ولكن ليه رحت لها؟ فالآية لنا أن السوءة ليست العورة، أقل شيء أن الله تكلم عن كل هذا الذي أمامك سوءة، فبصير الرأس واليد إن قبلت هذا والقدمين، كل هذا سوءة في لحظة، فكل هذا سوءة، لاحظ، وآدم وحواء سوءات، مش قال سوءة أخي، واضح. لو كانت العورة لقلنا هذا، ولا نعلم أحدا يؤول القرآن خيرا من محمد، النبي عليه الصلاة والسلام البتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة فيما صح عنه، قلنا لكم يا هذه القصة مباركة، كان في فقير وثلاثة هم فقراء، قربهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لهم شاة أو عنزة يحلبونها ويشربون منها، فتعاهد أحد الثلاثة
كل يوم أن يحلبها وأن يترك للنبي عليه الصلاة والسلام إناء فيه لبن، فإذا صلى النبي عشاءه عليه الصلاة والسلام جاء فشرب من هذا. فيومان وسوس الشيطان إلى هذا المؤمن، قال له إن محمدا عليه الصلاة والسلام، طبعا الشيطان ما قال عليه الصلاة والسلام، نحن نقول، يصيب من أصحابه من الأنصار طعاما وشرابا، هي وقفت عليها اشربها، قال فما زال بي الشيطان حتى شربتها، فلما تخلخلتها يعني صارت في عظامي، قال للشيطان هلكت، الآن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجد في الإناء شيئا فيدعو عليك فتهلك. قال طبعا الآن بدأ يولول، فاستتر وتغشى بثيابه، فجاء عليه الصلاة والسلام حقيقة وكشف الإناء فلم يجد شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، في هذا لنا الأميين علم، رفع رأسه إلى السماء، واضح من وين بيأكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هو لما قال أبيت يطعمني ربي ويسقين، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. قلت لكم يا أخوانا تعود إنه إذا يعني أي شيء في حديث بسند فيه مقال، ولكن لو جئت تتكلم عنه معاني، روي أنهم كانوا يسألون ربهم بشسع النعل، إذا انقطع شسع نعلك يعني زي ما تقول الرباط انقطع، كل انقطع رباطه، أقرب لك من أبيك، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم. الآن النبي بالعادة إحنا دخل أحدنا لم يجد طعامه بالعادة بيبدأ يصيح المرأة والأولاد والخدم، هذا النبي الموصول عليه الصلاة والسلام لم يجد، لاحظ، فرفع رأسه إلى السماء، فقال الرجل الآن يدعو علي، أيها رفع رأسه بده يدعو، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. هلا الرجل من فرحته شعر أنه نفسه نجا، قام هو بيضحك حتى وقع إلى قفاه وهو بيضحك من الفرحة، بيضحك إنه نجا، فلما النبي رأى بيضحك هيك والإناء أصلا يعني فارغ، قال له اسمع إحدى سوآتك، هاي شوف له هاي إيش بيقول له، إحدى سوآتك، هلأ عند في العرب بيعرف شو يعني إحدى سوآتك، عمايلك السوء بصر شو عامل شو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن عمل ليس يعني بالحسن، قال إحدى سواء عمل من عمائلك شيك، فبالتالي لنا أن نميل إلى تأويل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال ليريه كيف يواري سواءة أخيه، وحقيقة شوف سبحان الله، أصلا الشيطان قال تبارك الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري، لاحظ يبدي ما ووري، الآن الغراب جاء يريه كيف يواري، اسمع يبدي ما ووري يريه كيف يواري، هذه قلت لك العربي تبس بدل الأحرف بتصير تتكشف المعاني بين وارى وبين رأى، لاحظ الراءات والألفات فيها، يريه كيف يواري. والعجيب إخوانا ستجدون مثلا يعني هذا حتى يعني تعلموا أن لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في الكتب قال الله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، صور لنفسك أنت بريء، غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، في الآية كم غراب؟ غراب، في الكتب غرابين، كيف؟ قال لأنه في رجلين بالتالي غرابين، ليش؟ إحنا يعني كأطفال الروضة نعد تفاحا، قالك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قالوا فاجأ الغراب قتل أخاه وحفر الأرض، وين؟ لعل الآية لا تتكلم عن هذا أبدا، مش هيك قط، ما تكلمت في هذا، لا تتكلم بعث الله غرابا يبحث في الأرض،
لو شاء الله لقال حفر، كنت على شفا حفرة وتسمى يعني تسميه، قال يبحث فيها، فظاهر فيها معاني غير اللي انت يعني بدا وصار عليك وصارعت اليه وصار دينا. لا، يبحث في الارض ليريه كيف. تنين لاحظ، قلنا لكم هم طيران هدهد، ولاحظ سبحان الله، طبعا شرحنا ليه كان هدهدا، طبعا في الكتب ليه نجل الهدهد، لأنه كان بارا بوالديه، الحمد لله رب العالمين، على الحمد لله على المعرفة. فغراب، اسمع، بعث الله الآن، هذا من بعثه تبارك اسم الله؟ الله بعث صقرا، نسرا، هدهدا، غراب، مطلوب منه أن يعلم هذا الرجل المواراة والتورية. شيء لاحظ على اسم الطير ايش؟ من غراب. فلما قال الله حتى توارت بالحجاب، فيسمى الغروب توارت. شيء وغرب، ما غرب، غربت الشمس، انه خلص توارت ولا تراها. هلا هذا غراب بده يعلمك تورية، فيعلم الله ما يقول وماذا يعني يبعث تبارك اسم الله. فبالتالي قلنا الأعراف قالت فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري، والآيات عظيمة يعني سبحان الله، ما وري عنهما، واضح أنه في شيء مستور، في شيء مخفي. ولاحظ الكلام وسوس لهما، هو يريد أن يكشف هذا المستور. في الدرس الفائت قلت لك لازم تأسس لهذه الخطة، خطة الشيطان. خطة الشيطان إيش كانت يا شيخ؟ أن يخرجه من الجنة، صحيح؟ هذا وإحنا نتكلم حقيقة، أعلى خطة الشيطان أن يحتنك آدم وذريته، اللي هي يعني يهلكه. هذه عداوة بائنة صريحة بين الشيطان وبين الآدمين، واضح؟ فالغاية الأبعد للشيطان أن يهلك آدم وذرية آدم. النبي قال عليه الصلاة والسلام ما ولد، يعني ما حدا يولد إلا ويطعن الشيطان بخاصرته، يعني أبدا أبدا. لاحظ يعني العداوة يعني حتى هي حقيقة، هذا الوخز حقيقة، ولكن هو غاية، يعني ما ترك واحد، أو أول ما يولد بيكون علم عليه إلا واحد، مين؟ عيسى ابن مريم، ذهب يطعن الشيطان فطعن بالحجاب. الحجاب عظيم. نعم نعم نعم، هو النبي يتكلم وعليك أن تتعلم، مش دائما بيشرح لك، هو لازم أنت تشتغل وتجهد. جيد، وصلنا عند لا الشيطان رجيم كنا، لا نعم، الغاية الأبعد أن يهلك عدوه. هل مين عدو الشيطان؟ آدم. السبيل إلى إهلاك آدم أن يخرج آدم من الجنة، مثل هذا أن يكون، ولله المثل الأعلى، أن يكون ولد عند أبيه الملك في حصن أبيه، أنت ما بتقدر تقتله، أحسن ما بتقدر تقتله هكذا، يعني حتى تخرجه من حصن أبيه أو أن تقتحم على أبيه حصنه. طيب إذا كان ولله المثل الأعلى آدم بين يدي الله في جنة في أمن في أمان الله، كيف بدك تدخل على؟ ما مش راح تقدر تفعل شيء. فأول شيء لازم يخرج من هذا الأمان، ويعلم آدم ما الشيطان يعلم ما لآدم من غير الطعام في هذه الجنة، لأنه أصلا مجرد أن تقول جنة فقد جمع لك فيها أمنك وطعامك، ما في جنة ليس فيها أمن وطعام. لا يقال للجنة جنة إلا إذا اجتمع لك فيها أمنها وطعامها، أبدا. الحائط شيء والبستان شيء، أما الجنة وأعلاها جنة الخلد كما قال الله ادخلوها بسلام آمنين، الجنة وجب فيها السلام والأمان والطعام أبدا، واضح؟ فالآن الشيطان سيسعى إلى هذا. بالتالي العداوة الغاية الأبعد أي يقتل ويهلك الآدمي، السبيل إلى هذا
الإخراج من الجنة، السبيل إلى الإخراج من الجنة، اسمع، الأكل من الشجرة، السبيل إلى الإخراج من الجنة السوءات، والسبيل إلى السوءات الأكل من الشجرة. درجات ها العجل لا لسه عاد استرسلنا فيها. نعم، الغاية الأبعد أن يهلك آدم وذريته عداوة، سبيله إلى ذلك أن يخرجه من أمنه وحصنه له الجنة، سبيله إلى الإخراج السوءات، أن تبدو السوءات، إذا بدت السوءات شو ممكن تبقى أنت في الجنة، السبيل إلى السوءات الأكل من الشجرة. كيف هذا الترتيب؟ قال الله فوسوس لهما الشيطان لي، فالله اللي بيقول لك هذا الترتيب، الله اللي قال وسوس له ليبدي له ما وري عنهما من سوآتهما. كيف تريد أن بأكل الشجرة؟ لأنه إذا أكل بدت السوءة بالتالي أخرج، طبعا إذا أكل أخرج، ولكن اللي صار أنه الأكل مفض إلى بدو السوءات، وبدو السوءات مفض لزاما إلى الإهباط. شيء ودير بالك أنت لما تتكلم بالبراءة ستصل، يعني لاحظ اللي سمع منا اللي تعلم وسمع اسمع ما أجملها. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ستجد إخواننا إنه وين في دنيا في عداوة، هاي أنا صارعت إشي كثير، وين في دنيا في عداوة، وين في جنة في دار السلام أبدا. هذه مهمة جدا. الملائكة أعلم ولا إحنا؟ أول ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا لاحظ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ده أرض يعني فساد وسفك دماء، لا يعلم شيء اتفقت عليه البشرية كسفك الدماء أبدا يا أخوان. يوم يعني قد تتأخر العلوم، قد تتقدم الاقتصاد، إنما الدين الواصب لفساد البشرية دماؤها، فساد الدم شيخ. أبدا، أول ما نزل آدم قتل ابنه أخاه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل دم على طول، واضح؟ فبالتالي قلنا اهبطوا بعضكم لبعض. قلت لكم مرة لما عمر رضي الله عنه أتي بخزائن كسرى ذهب وكنوز بكى، قالوا ما يبكيك، يعني الحقيقة الساعة فرح ونصر، فقال عليه الصلاة والسلام ما فتحت هذه، وبتطلع على الكنوز اللي هي عنوان الدنيا، على قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هلا الآخرة دار السلام، اسمع، لن تدخل الجنة حتى تطهر من واحدة، يعني سورة الأعراف حرف فيها خير من كتب العالمين. قال الله في الأعراف في نفس الصفحة اللي بدأ يعلمنا ما ننتفع به من ما جرى مع أبوينا، قال بعد اسمع لمن سيدخل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. في الحجر كذلك لما قال ادخلوها بسلام آمنين نزعنا ما في صدورهم من غل، هذا الغل هو المفضي إلى البغضاء والحسد والعداوة وسفك الدماء. الجنة ينزع منها هذا الغل ثم تصير دار السلام، واضح؟ حظ الشيطان يعني؟ هذا حظ الشيطان؟ هو يبني عليه الشيطان، صحيح، يبني عليه الشيطان شيئا كثيرا، واضح أخي؟ لاحظ الغل لازم، يعني المؤمن لازم يكون عنده غل للكافرين، إنما الآية لا تجعل في قلوبنا غلا، إنما اجعل في قلوبنا غلا للكافرين، لأنه الغل على الكافرين قربة. أصلا إذا ما في قلبك غل على الكافرين مريض، دير بالك لازم تبدو العداوة، واضح؟ شيطان رجيم. نعم، اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض، ولكم في الأرض مستقر
ومتاع. لاحظ الآية تكلمت لكم في الأرض، واضح واضح، مجرد فيه أكلت شجرة بدت سوءة على الأرض، فالشجرة والأرض واصلة نيه، فاللي يعني اشتغل إنه هي شجرة عنب، شجرة تفاح، شجرة حنطة، كله كان تخريص وظن. يعني نسبوا لابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أقوال متناقضات. أنا الواجب أن أبرئ ابن عباس، لأنه أحدنا لا يليق به أن يقول مرة إنه الشجرة عنب، ومرة يقول حنطة، ومرة يقول تين، ما بنفعش. قالوا إنه ابن عباس قال هذه الثلاثة، فالظاهر الواحد فيهم يكذب الكذبة حتى يسوقها، بيرفقها بصاحب من أصحاب النبي حتى تشهر وترفع على النبي الصلاة والسلام. كذبوا على النبي، كذبوا على النبي، ليش ما يكذبوا على الصحابة رضي الله عن الصحابة؟ بالتالي وسوس لهم الشيطان، واضح ليش. وقلت لك يا شيخ اللي درسوا الشجرة كان في علاقة بين الشجرة والسوءات، والعلاقة البريئة العاجلة ما في علاقة بين شجرة وسوء. العلاقة البريئة ما في. تعرف ليه يا أخي؟ القرآن حقيقة وحي ولا لا أخوان؟ يعني أول ما في ألف لام ميم، تفضل هذا إيش يا شيخ؟ تقول لي هذا يعني صري، هذا من أعلى الرمز، من أعلى الوحي. حاء ميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك الله، حاء ميم عين سين قاف كذلك يوحي، شيء. فبالتالي الغيب وحي، السبيل إلى الكلام عن الغيب وحي، هذا تكلمنا فيه. بالتالي الشجرة من علم الوحي، فلك أن تعلم أن الله بعلمك ويتكلم بالوحي فتكون شجرة، ولكن وجب عليك أن تعلم ما وراءها، خاصة أخي أنه ما كانت أرض ولا كان قوم ولا ناس ولا أنبياء ولا حلال ولا حرام ولا مؤمنون ولا كافرون إلا بعد هذه، فمن بدأ دينه وأمره بعد هذه فوت دينه وبنى على غير أصل، مش هيك شيء؟ أنت إذا تبدأ الإسلام من غير اعتماد على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي إسلام من هذا؟ يعني لا، ما بتقدر تتكلم بالإسلام إلا من عندي النبي ومك، وتجمع الحال كله، ماذا كان في لما بعث، الله أعلم حيث يجعل رسالته شيء. فالآن لما نقول بهذه وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم، في علاقة بين الشجرة والسوءة في القرآن. القرآن بيقول لك، يعني قلت لك الأعراف مفصلة، كان وجب أن تقف على هذا، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هلأ في فرق بين المواراة أخي وبين الستر، يعني قال الله ما وري عنهما ولا قال ما ستر عنهما؟ فالمواراة أخي يعني شيء حقيقة موجود ولكن أخفي عنك، مش هيك؟ الله يتكلم عن الستر، هذا كلام واضح، ويتكلم عن اللباس، ويتكلم هنا عن المواراة والتورية، مش هيك؟ فبالتالي ما وري عنهما من سوآتهما واضح، إنه مش يعني كان لابس شيء فستر عنه، في شيء وري عنه، ف يعني شاعرين معي اللي بتكلم وري عنك، فقد أكون أنا أمامك وواريت عنك شيئا، فقد ما تنظر لن ترى. الآن السبيل إلى إبداء هذا يبدي لهما، ها يعني لاحظ سبحان الله ما قال ليرى يا، قال ليبدي لهما شيء بدا، فواضح أنه كان مكنونة، يعني بدا لك فواضح أنه كان مكنون. شو هذا؟ في شيء كان مكنون الآن يريد هو أن يكشفه، واضح أنه إذا انكشف مصيبة، طلع على عمل آدم وحواء بعدها. يعني رجل مع زوجه كآدم وحواء حقيقة،
على المفسرين أول أن يقولون لأنه آدم لبث ما أو لبث مع حواء ما لبث، وهو لا يعرف لها لا عورة ولا فرجا ولا يعرف له شيئا من هذا. عليهم أولا أن يثبتوا هذا، بعدين يبينون أنه بالتالي أول ما بدأ له هذا يعني شدها فيه. لا شيخ إخوان، أول شيء بين لي هذا الكلام أنه ما كان يعلم ولا كان يرى. تنين، لعله لا يعلم ما عند زوجي، طب ما لا يعلم ما عنده. ثلاثة، طلع آدم في الجنة، هلأ مخلوق، هم قالوا أنه علمه كما قلنا الأسماء كلها، علمه الفسوة والفسية وشرحنا، بالتالي بيعرف كل هذا الشيء. مش قالوا أنه يعرف الأسماء كلها، يعني يعرف القبل والدبر والخصية، ويعني ما هو لما يصير فيها قلة حياة في التعاطي مع الكتاب بالتالي بيلزم شوية شيء من التصريح. فلو كان كذلك ما هو يعلم أسماء كل شيء، فبالتالي هذه من الأشياء الأصولية لآدم وحواء. طيب تنين، يعلمه، فآدم البريء هذا الخلق حقيقة ما في عنده إشكال بين أذنيه ورأسه ويديه وما بين رجليه، ما في فرق يا شيخ، ما في فرق. يعني الإنسان في نفسه إذا خلى لا يستحي من شيء من هذا أبدا، شيء إنسان إذا استحمى لا يستحي من نفسه أبدا، ولا واحد يستحي من نفسه أبدا، ولا من زوجه. طب ليه صوروا لنا أنه آدم وحواء حالهم بالويل، والقرآن يتكلم عن هذا حقيقة، ولكن ليه يعني جمعوا بين الخطأ في تصويرهم على العورة وبين هذا، وهذا ما بيركب أبدا. والكلام عن سوءات كما اتفقنا. طيب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. لاحظ، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، شو يعني قاسمهما؟ نعم، ففي فرق بين أقسم لهما وبين قاسمهما. قاسمهما واضح إنهم بيقولوا له أكيد في مشاركة يا شيخ، في مشارك، فالقسم مشترك، قسم مشترك. طبعا هو مش راح يقسمه، بس واضح انه هما يستقسمانه، احلف بالله عليك. لاحظ، فقاسمهما غير عن حلف لهما، يحلفون لكم. فإذا أقسم لك حلف لك هذا ابتداء منه، أما قاسمك واضح أنه أنت مشارك في القسم، فواضح أنه أصلا آدم مش مرتاح، دير بالك. وهذا بدأ من سورة طه لما قال اسمع، قال هل أدلك، فكان جواب آدم لازم يكون أنه نهاني ربي، لأنه واضح أن الله أباح له الجنة، قال لا تقرباه، كلام واضح. فيعني لسه ما طال العمر بآدم حتى ينسى، واضح أنه لسه إلى الآن ما نسى. ولكن إصرار الشيطان واضح أنه آدم يشعر بشيء. قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، وهذه الكلمة لازمة، دلاهما. دلاهما أخواننا يعني ذهب بعض من اشتغل في الكتاب، يعني أراد أن يشرح، اللي هم بسموهم المفسرون، احنا لا نسميك شيء، لأنه حقيقة المفسر للكتاب الرب أو النبي. أما كل واحد بيحاول يفسر، مين قال لك أنه هذا مفسر؟ هذا شارح، هذا واحد بيحاول بيدرس، أيا كان أخي ما في. فقال دلاهما، قالوا دلاهما هذه اللي هي يعني معنوية، معنوية. ليش؟ هو لا يصار إلى المعنوي إلا بلازم، أما الأصل أن يؤخذ على ظاهره. فلما قلنا دلاهما فيظهر أن الشجرة أصلا ما كانت في أفق الجنة تحت، أصلا الشجرة كانت تحت إيه؟ الدنيا. نعم، ما هي يعني هو واضح أنه أنت السبيل إليها أن تهبط، لازم فقبل ما تأكل راح تهبط، قبل أن تأكل منها ستهبط.
لما قال موسى لقومه قال اهبطوا إذا بدك تأكل من هذا الدني اهبط. مش قلت لك بنو إسرائيل يشرحون الصورة والقصة، فلما قالوا له ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض قال اهبطوا، فالسبيل إلى أن تأكل من الذي هو أدنى أن تهبط. فلما دلاهما ما في كان داعي أن تذهب إلى المعنوي، لأنه الحق والظاهر موجود، دلاهما بغرور. فلا أبعد أبدا أن الشجرة ما كانت في باحة الجنة، كانت لتحت. ها؟ لا مش هي يا سماء يا يعني يا جنة يا أرض، لتحت شوي، مش في بين شيء. طيب يعني هاي لنقل هذه الجنة فرضا، والجنة يعني من خلق الله وهذا أمر غيب، إنما في بينهما وبينهما وبينهما، مش هيك أخي؟ ف يعني الآن في ناس في الطائرات في السماء الدنيا، لا هو على أرض أو جاوز هذا، لا هو في الجنة ولا هو في الأرض يعني المحسوس من هذا. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. وهي صعبة. طه قالت فأكلا منها، شيك الأعراف قالت فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. في طه فأكلا منها فبدت، لاحظ طه ما ذكرت فأكلا من الشجرة، أكلا منها. الأعراف المفصلة قالت فلما ذاق الشجرة. طيب ففصل وصرح بالشجرة وما قال أكل، أنو الأبين أكل ولا ذاق؟ شوف يا شيخ إيه؟ أبين أكل بداية الذوق، بداية الذوق ثم الأكل، أو تأكل ثم تذوق. تأكل ثم تذوق؟ لا تذوق بعد تذوق. لا طيب أنت بتقدر تذوقها قبل أن تأكلها؟ هذا مش هذا حقيقة استطعم يعني كأنه هيك، إنما لاحظ قد تأكل ولم تذقها، ما ذقتها لسه، إنما ذاقها، ذاقها ذاقها غير عن أي بالضبط، غير أكلها. هلا أيوة هلا ذاقها واضح أنه شعر بها غير عن أكلها. فأكلها قد يكون أكلها، أكله الذئب، بس إذا صار في ذوق واضح أنه شعر بها. والله تبارك اسمه صرح ذاق الشجرة، في طه قال أكلا منها، هذه دون الأولى في البيان يعني لفأفهامنا يعني، إنما قال الله فلما ذاق الشجرة بدت لهما. وهذه عجيبة، ذاقا بدت. يا أخي هذه الكلمات كانت كفيلة أن تدعو كل ناظر متدبر. يا أخي كيف ذاق بدت؟ ما علاقة هذا بهذا؟ شو علاقة يأكل من الشجرة فينكشف ما بين رجليه؟ ليش يا أخي ليه؟ مش فاهم شو المعنى. قالوا ما هو زحم. لاحظ يعني حتى الإسهال يا أخي بده وقت يا أخي، يا ما بتأكل فأكل على مهلك. لاحظ بعدين يا أخي ماشي زحم، وبعد مالك زحم. لاحظ اللي هو كان فبدت لهما سواتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الحسرة وهذا الشعور بالظلم فقط لأنه يعني بدا ما بين الرجلين، هذا هو. لاحظ تنين يا أخي ارجع، نحن نؤسس هذه الآية تؤسس تأصيلا لكل ما سيقام عليه فساد الخليقة كلها. كل فساد الخليقة بدأ من هنا، كل الدم بدأ من هنا. فالذي عاجل وقفز عن الشجرة كيف بده يدرك شيء؟ لابد أنه يعيش ويرى الكافرين يقتلون المسلمين، والمسلمون يقتلون بعضهم بعضا، والكافرون يقتلون بعضهم بعضا، مش قادر يفهم ماله.
ماله بيقول لك احنا نزلنا عشان نعبد ربنا كما شرحنا. طب هذا شو اللي بيصير؟ تعرف ليش؟ لانه لما وصل عند الشجرة قفز عنها او اعتمى عنها. لو تدبر لأبصر. تنين اخي، يعني من رحمة الله فينا جعل الكلام عن الشجرة وعن آدم وعن الخلق في آخر الكتاب، أبدا في أول الكتاب. واضح واضح. ومرات يعني حقيقة هو وحي، ولكن حتى الوحي جعل لك فيه إشارات تقول لك إنه انتبه انتبه، إنه ولا مرة بيكون الآكل مباشرة ستبدو له سوءة، مش هيك أخي؟ طيب يعني بدأ. أيوة أحسنت. يعني شو الفرق بين ظهر وبدأ؟ بدأ أخي واضح أنه متعلق بال يعني لما قال الله ما وري عنهما من سوآتهما. هلأ الظهر قد لا يكون موجود فجاء حتى ظهر شيء، يعني لو نقول ظهرت الشمس هي غادة هناك، إنما الموارى أخي موجود، يعني حتى تبدو يبدو لك هو موجود بس أنت لا تراه. كما في يوسف ان رأى ما بدأ لهم من بعد ما رأى. لا يعني بدو الرأي غير عن بدو العيان. الآن نكمل في الأعراف لأنه يعني هي أم هذا التفصيل. إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقلت لك أخي ولا نزال نقول، إذا أردت أن تتعلم القرآن وتدرك حكمه فاقرأ بني إسرائيل. وين في شيء عن بني إسرائيل؟ تعلم. واضح إخوان؟ اقرأ انظر فيه تلاحظ مباشرة في سورة البقرة الله بيقول لبني إسرائيل اذبحوا بقرة. كان المطلوب من هذه البقرة كيف يحيي الله الموت. طب إيش العلاقة؟ يعني يحيي الله الموتى بغير بقرة، وفتح الله الكتاب بالبقرة. فالأصل هو من أولها بيقول لك ابدأ يعني حتى تتعلم وترقى بهذا الكتاب، اقرأ وارقى، يعني في الجنة وفي الدنيا. يعني في الجنة تقرأ وترقى، وفي الدنيا يعني قارئ الكتاب يرقى آية بعد آية. أخي ولا لا أخوانا؟ شيك الذي يتعلم يرقى آية بعد آية. الآن بنو إسرائيل لما اتخذوا العجل ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، مش هذا اللي صار مع بني إسرائيل مع آدم وحواء؟ الآن بنو إسرائيل في العجل يحكون ما جرى في الشجرة، سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. نفس الكلام هذا اللي جرى معهم. طيب قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. العجيب شيخ إنه مباشرة شجرة أرض. سامع شو بقول؟ شجرة أكلت شجرة على الأرض مباشرة. الأصل أن أبحث أنا وأنت، خليكم معي أخي، أبحث أنا وأنت عن هذه العلاقة اللازمة بين أن أكل من الشجرة وأن أهبط إلى الأرض لزاما لزاما. ليش؟ لاحظت؟ فالآيات والحكمة تفرض فرضا. شجرة يعني أرض، شجرة يعني اهبط. إذا أردت أن تعلم ما هذا اقرأ تفصيل بني إسرائيل. واضح؟ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مباشرة. فالعلة شو كان؟ سوآت. فهو الشيطان على وين كان بيبحث وعلى إيش بيشتغل؟ أن يخرج وأن يظهر إيش سوآت كانت ووريت في الناس. هلأ إذا نزل الإنسان أهبط، ستهبط معه سواته، ولا بد له من رحمة الله ما يواري به ويعيد مواراة سوآته. شو هو الآية؟ قد أنزلنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا
وين اللباس اللي منزل من السماء؟ يعني أنا حقيقة الأصل أن أبحث عن عباءة أو جبة هبط بها جبريل، أو جاء يعني فريق من الملائكة معهم لباس لأهل الأرض، أبدا. كسوة الصيف والشتاء ما في، ما في شيء. طيب اسمع، يا بني آدم عظموه، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس ولباس التقوى. هذا قلت لك لباس التقوى يشرح لك هذاك اللباس. بدي أقرأ كمان آية، ما قلت لك القرآن يشرح من وين فكر كل أنساب طه. روح لطه شوف ما أجملها. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قلنا اهبطا منها جميعا اسمع فإما يأتينكم مني هدى. بس قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إما يأتينكم مني هدى. فاللباس الذي يواري السوآت هو الهدى، أخو التقوى الهدى. فهي الأعراف، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. في طه قال اهبطا، قلنا اهبطوا، قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وين راح اللباس اللي في الأعراف؟ هذا هو، هذا هو. أحسنت، سمعت إخواننا؟ ها فهمتوا معي؟ قال ولباس التقوى، ولباس التقوى لأنه قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى. هذه مهمة جدا. الآن سنؤخر، شو اللباس؟ أنا قلت إنه الهدى. طب ليش الهدى؟ أنت لن تقبل أن اللباس هو الهدى، ها؟ حتى تعلم ما السوآت. أول شيء، هل السوآت حقيقة العورات؟ اتفقنا أنه لا أشك. طالله يعني الإنسان في خلق الله ما في فرق بين قدمه ورجله وعينه وما بين رجليه أبدا يا شيخ. يعني حتى في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأل النبي عن حال من مس ذكره، ها؟ رجل بيقول النبي إنه مس الذكري، قال إنما هو بضعة منك. سمعنا شو كان جواب النبي؟ بضعة منك، يعني عند النبي هذا بضعة منك، يعني زي يدك. إنما أوجب الله سترها. طب ما أوجب كمان ستر الثديين، وأوجب ستر أشياء كثيرة للمرأة. طب هلا بتقول لك ما هي مفاتن، هيك بدأت تفرق لي بين العورات وبين المفاتن. فليس كل يعني أنا بدي أستره بالتالي وعورة، هذا شيء وهذا شيء. طيب شو السوآت أخواننا؟ قلت لكم يسيرة، السوءة أخت السيئة، لسانا السوءة أخت السيئة كما قال الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءة. هلا السوءة والسوءة كلها أخوات في اللسان. عاقبة الذين أساءوا يعني فعلوا السيئة، شو العاقبة؟ السوءة. دي خلينا نقول في هذا أخوان، اسمعون كبروا الله أخوان. هذه السوءات قلت لك أنت لن تدخل الجنة حتى ينزع ما في صدورهم من غل والحسد والبغضاء، كل هذا يغسلون بغدير بباب الجنة. أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يطهروا ويغسلوا قبل أن يدخلوها، واضح؟ بالتالي هذه الأدران والسوءات، تبع معي. آدم رأى أنه هو مكرم حقيقة وكان بين يدي الله ورأى الملائكة وسلم على الملائكة، هو وري عنه حقيقته. قال الله اسمع، قتل الإنسان ما أكفره، ظلوم جهول يأوس قنوت. قال عن آدم عصى آدم ربه. يا إخوانا إحنا نعصي، عصينا ربنا غيبا لا نراه، سمعنا عنه، نسأل الله يربط على قلوبنا. آدم كلمه ربه قبله، آدم رأى الملائكة عليه السلام. فالمعصية حقيقة أشد من معصية من سمع عن الله أو سمع عن الملائكة، واضح أخي؟
فعهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. اسمع، ولم نجد له عزمة، هو هكذا خلقه. قال الله: خلق الإنسان ضعيفة، خلق الإنسان من عجل، إن عرضنا الأمانة حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل هذه كلها؟ اسمع: ضعيف، ظلوم، جهول، يأوس، قنوط، كنود، أيوة، كلها موجودة في مين؟ كانت في أبينا، ولكن وريت عنه. إحنا الإنسان لما قال الله: قتل الإنسان كله ما أكفره، ولكن الله يدرك عبده بالرحمة. لما أنت مجبول على هذا كله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل واحد فينا هذا يا شيخ، مش هيك أخواننا؟ هل آدم عليه السلام في كل هذا وري عنه؟ هذا كله الضعف والقلة العزم والظلم واليأس والقنوط والغل والحسد والعجل وترك والمعاجلة والمعصية، كل هذا وين كان؟ ما في عندك شيء إلا كان من أبيك عليه السلام. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا ليس طعنا فيه، آدم أصلح من جميع الناس يعني بعد الأنبياء، معلوم واضح وأن بما تقبله الله. إنما ما وري عنه ما من سوآتهما، هذا اللي سمعته: ظلمه، جهالته، يأسه، خوفه، هلوع، جزوع، منوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. مين؟ من هذا؟ آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يتولاه ويواري عنه هذه. فأول ما خلق وأسكنه الجنة ما ظهر منه هذا، ليش؟ أحسنت، لا يعوزه شيء. تعرف متى تخرج هذه السوءات؟ من وين؟ إذا عازك شيء، إذا افتقرت أو جعت أو خفت. ملك قاعد طول عمره سلطان بهيبته، لا ترون عنه ضعفه، خوفه، شوف شو بصير، لاحظت؟ جوعه، انت عمرك شفته هو يترجى؟ جوعه، اعرض له الأحسن فالأحسن، هكذا فيبدو شهوته. إنما طول ما أنت تعاجله بحاجاته ما بيبينش حاجاته وضعف. قال له ربه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بالتالي طول ما أنت غني لا يعوزك شيء، لا يبدو منك ويوارى عنك كل سيئة فيك شيء. لاحظ، الحروب في أراضي الفقر كالحروب بين الأغنياء، يعني أبناء العز ودول الغنية التي عاشت في رغدها كدولة فقيرة، بيأكلوا الفقير القوي الضعيف، بيأكلوا بعض ويقتلون بعضهم. ليه؟ الحاجة، الحاجة، أعطهم تكفيهم. فلما قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فآدم حقيقة وري عنه وعن حواء سوآتهم، اللي هي هذا اللي تسمعش. هل هذا مش ممكن يكون أخو الجنة؟ ما بيكون، لأن لن ترجع إلى الجنة حتى ينزع الغل والحسد والبغضاء هذا كله وتغسل وتطهر أبدا. فواضح إذا صار فيك وبدا منك لابد أن تنزل إلى أرضها اللي هي هذه الحياة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الفساد والغل والحسد لهذه الأرض، ليست الجنة. بدا منك انزل، أردت أن ترجع حتى تطهر. واضح يا إخواننا؟ إن شاء الله بإذن الله اللقاء إذا أبقانا الله نتكلم عن لباسا يواري سوآتكم، لأنه هذا فيه أمر عظيم ويرد مظلمة قيلت في حق الكتاب عندما قالوا: إن أسماء كتب الله أعجمية. ثلاث كتب أشهرها كتب توراة والإنجيل والقرآن، هي اللي صفها الله في سورة التوبة عهدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن. قالوا: التوراة اسم أعجمي والإنجيل اسم أعجمي، وهذه حقا أنا حتى يعني لا نداري فيها ولا نداهن، وشأن الله أعظم. هذه كانت مظلمة وعدوان على حق الكتاب. التوراة لسان عربي مبين. الله أكبر. سلام عليكم.